وقضاء الله عز وجل لا يرد. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كما جاء في صحيح مسلم. وقد قال تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وجاء عند معجم الطبراني وحسنه ابن حجر رحمه الله في الذكر الذي يقال بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، جاءت زيادة ولا راد لما قضيت. وحسنه ابن حجر رحمه الله وهو صحيح، مع أن الألباني رحمه الله يرى أنها ضعيف. ولتعلم أن قضاء الله عز وجل قضاء حق. قال تعالى: والله يقضي بالحق، الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير.